كلمينا عن تجربة الإعاقة مع الفنانة حنان النحراوي. أنا اتولدت بتكلم، أنا لحد ما وصلت سن العشرة جاتلي حمى شوكية لوحدي، قدت على الصمم. بعد كده ما كانش فيه مدرسة ليا، فنجح ان في اول مدرسة في شبين الكوب، كان ساعتها رئيس انور السادات. رحت المدرسة ما كنتش عارفة اشارة لسه، كنت مش عارفة ادرس خالص، ما كنتش عارفة، عمالة ارسم. يعني بدأت خطوة الرسم دوت اللي هو حاجة بسيطة، كل شوية ياخدوني في المدرسة، انا احسن واحدة بترسم، واحدة واحدة، كمبيوتر مش عايزة، خياطة مش عايزة، لكن الرسم هو اللي حببني. قعدت بقى اصر ان بالعافيه انا عايزه ارسم حاجات اكتر، ما كانش في حد بيساعدني، انا اللي كنت بساعدهم في الرسم. رحت الجمعيات، قالوا لي كويس جدا وخدوني. كانت اول مره اسافر كانت الصين، فرحت ان انا سافرت، بس رجعت حسيت برضو ان مفيش اي حاجه. رحت جمعيات خاصه وعملت معارض، بس برضو زي ما انا بخسر برضو بحاول، انا مش عايزه افشل، بحاول كل ما افشل بحاول مره واتنين. بس في مركز سعد زغلول الثقافي بيت الامه سالت واتكلمت، ممكن صمي يبقوا ليهم مكانه هنا؟ ينفع. انا كاصم بتكلم مع اصم، ما حدش بيبقى فاهمني، فبقعد امسك في ده واقول له تعالى اتعلم، واقعد اعلم واحده واحده، الموضوع اتنشر. فانا مبسوطه ومرتاحه جدا بحاجه زي دي، ان انا بساعد الصم اللي اصغر مني. ابدا الصم عمرهم ما هيفشلوا، على طول ليهم كرامتهم وعلى طول هينجحوا. هي الوحيدة اللي موجودة في مصر، وانت عايش معاك 8 مليون أصم، مين اللي هيجيب 8 مليون أصم من الناس اللي بتعرف منهم ترسم؟ مين اللي هيجيبهم غيرها؟ لغة الإشارة مبدئياً هي ممارسة. أنا عايشة مع والدتي، والدي الله يرحمه، اتولدت لقيتهم كده. أي نعم، وأنا صغيرة كنت بلاقي صعوبة في الموضوع ده، كانت بتوديني للجيران عشان يعلموني الكلام، كنت بتضرب عشان أعرف أتكلم، عشان كنت عايشة معاهم في عالم صمت. فقررت إن أنا لازم لغة الإشارة دي تبقى لغتي الأولى قبل لغة الكلام. تحيا مصر تحيا، تحيا مصر تحيا وعيونها تملي صحية، تحيا مصر حرة، تحيا ألف مرة، تحيا مهما يجرى لنهاية الحياة.